كشف بنك وربا عن حصوله على موافقة هيئة أسواق المال على إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 250 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. وأضاف البنك في بيان لبورصة الكويت إنه في حال تقرر طرح هذه الصكوك في دولة الكويت فإنه سيتم إعداد نشرة اكتتاب وفقا لأحكام القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وأكد البنك أنه سيقوم بالمضي قدما في إجراءات الإصدار والإفصاح لاحقا عن أي معلومات جوهرية في هذا الخصوص.